ازيكم يا حبايبي، يا رب يكونوا كلكم بخير وصحة. النهارده ان شاء الله هعمل لكم حلقه مختلفه، هنشوف نصايح القدر ليك او نصيحه الملائكه ليك. عندي لكل برج 5 نصايح ليك، لو عملتهم ومشيت عليهم حياتك هتتغير وهتكون سعيد طول عمرك، مش الشهر دوت ولا السنه دي ولا اي وقت، ده على طول، يعني سعادة مدى الحياة. يلا نقول بسم الله ونبتدي. برج الميزان، هنشوف مع بعض أهم 5 نصايح ليك. النصيحة الأولى اللي أنت محتاجها، أنت محتاج تتعلم تكون فخور بنفسك وكمان بإنجازاتك، حتى لو كانت إنجازات بسيطة أو حتى صغيرة. النصيحة التانية، محتاج انك تتعلم الصبر وتفهم ان الصبر مش مضيعة للوقت. طبعا شيء رائع وجميل انك توصل لكل اللي انت عايزه بطريقة سريعة، لكن برضو هتحصل على تقدير اكبر بمجرد انك تبذل مجهود في الانتظار شوية. النصيحة الثالثة، محتاج تعرف انك تستحق نفس القدر من الحب والرعاية اللي انت بتقدمها للآخرين أو لأي شخص في حياتك. التوازن حلو برضو بين الأخذ والعطاء. النصيحة الرابعة، محتاج تظهر لكل أحبائك وأصدقائك إنك بتحبهم. النصيحة الخامسة، محتاج تفكر نفسك إنك تستمتع بكل اللحظات اللي مش بتقدر بتمن اللي بتحصل في حياتك، يعني حاول تستمتع بلحظاتك وبساعات اللي بتقضيها في يومك. ما تنسوش تقولولي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. باي باي.